احنا كل شويه هنوقف الدراسه. هو طبعا يعني انا بس يا ريت نثق كلنا ان الدوله. نروح دلوقتي لحديث الساعة. يوم 9 أكتوبر هتبتدي المدارس تفتح أبوابها علشان تستقبل ولادنا وبناتنا في العام الدراسي اللي فيه إلزام بالحضور. إلزام الحضور ده يعني رفقه بالعلن أعلن ونشر استراتيجية وزارة التربية والتعليم للتعامل في ظل وجود جائحة كورونا وخصوصا الموجة الرابعة وجود دلتا المتحور الجديد اللي بيقدر ينال من الأطفال ويصيبهم كمان وبينتشر بسرعة. وأيضا وزارة الصحة زي في حديثنا امبارح ما أخذنا بالتفصيل مع ضيفنا الكريم أعلنت استراتيجيتها. عندنا عدد من الأسئلة بنوصلها على لسانكم أنتوا كمان هنا لضيفنا العزيز اللي معانا على التليفون الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. وأهلا بحضرتك معانا يا سيادة الوزير، منورنا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا يا معالي الوزير، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا معالي الوزير. مع الاستراتيجية التي طرحت من وزارة الصحة ووزارة التعليم تمت الإجابة على أسئلة متى تغلق المدارس، يعني إذا في فصل أصيب، إذا فصلين وخلافه، ووزارة التربية والتعليم ملتزمة بقرارات اللجنة العليا وبما يوضع. بيبقى السؤال، هل الوزارة والمدارس الحكومية تحديدا جاهزة لمثل هذا الطارئ؟ بمعنى فكرة ان طالب واحد في الديسك، عدد الطلاب في الفصل ما يزيدوش، توفير امكانيات نظافة وخلافه، هل هذا متاح في مدارس الحكومة؟ والله حضرتك عارف دي ثالث سنه لينا الحقيقه، ثالث سنه دراسيه في وجود كورونا، فاحنا كان في خبرات كتير قوي الحقيقه تكونت السنتين اللي فاتوا. حضرتك عارف احنا يعني عالجنا السنتين دول قدر الامكان، وحاولنا جاهدين نقلل ما يسمى الفجوه التعليميه عند ولادنا، وعدينا بيهم باب الامان وعملنا الامتحانات العامه كلها سنتين. صحيح. ففي خبرة فعلا على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، ويعني عملنا ملايين الامتحانات، في خبرة لازم نثق فيها طبعا، وفي كل معدات الإجراءات الاحترازية موجودة والتعليمات موجودة والتدريب موجود، وعندنا اجتماع مع مدير المديريات يوم الثلاثة الصبح إن شاء الله لآخر مجموعة من التعليمات. موضوع التعامل مع الكثافة بيختلف من مدرسة لمدرسة، وبالتالي احنا بنوجه داخليا، بنشرح لمديري الادارات ومديري المدارس كيفيه التعامل مع الكثافات، بنديهم مساحه يعملوا الجدول الدراسي بشكل يتناسب مع التعليمات بتاعت وزاره الصحه في الاخر يعني. نعم. عاوز الناس تطمئن تماما ان وزاره الصحه والتربيه والتعليم وكل المؤسسات دي حريصه جدا على تنفيذ الكلام ده، ونساعد بعض يعني احنا من ناحيه، وطبعا الولاد واولياء الامور من ناحيه، نسمع يعني التعليمات سواء استخدام الكمامه او استخدام المطهرات. احنا هنعمل الجزء بتاعنا، والناحيه الثانيه برضو طيب. الناس تتعاون وهيمشي كويس باذن الله. هايل. سيادة الوزير، حضرتك قلت احنا ادينا الحرية لكل مدرسة انها تتعامل وتنفذ هذه التعليمات بناء على ظروفها الداخلية وانها ترتب جدولها. تقصد حضرتك الفترات الدراسية يبقى عندها فترة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة بناء على الكثافة اللي موجودة في الفصول، ولا اشياء اخرى كمان؟ يعني كل مدرسة فيها عدد مختلف من الفصول وعدد مختلف من الطلاب، فطبعا ما نقدرش نعمل قاعدة واحدة نطبقها عليهم كلهم. فعشان كده بندي مساحة وبعض البدائل لمدير المدرسة ياخد فيها قرار، ممكن زي ما حضرتك قلتي يستخدم فكرة الفترات، ممكن يعني يوزع الأولاد على الفصول بشكل يتناسب مع الاشتراطات الجديدة، ما يبقاش في فصل ثابت لسنة دراسية يحركهم. وده عملناه السنه اللي فاتت كده، قلت حضرتك في خبره كبيره، احنا عملنا ايام بالتبادل وكده. السنه دي احنا درسنا معاهم كلهم، كل واحد عمل حل الحقيقه يحقق بيه ده بشكل كبير جدا، عشان كده بقول الساده اولياء الامور يطمئنوا يعني الى ان احنا مراقبين الموضوع ده تماما. مراقبين يا فندم؟ يعني في لجان هتمر على المدارس علشان تتاكد من تنفيذ يعني التعليمات اللي تم وصولها ليهم؟ طبعا ده بيحصل طول الوقت، وعندنا يعني جهاز كامل لضبط الجوده وجهاز كامل باسمه التوجيه المالي والاداري بيروح المدارس اللي فيها مكلفات وبيتعامل معاها. ده بنعمله بقالنا مده، واعتقد وصلنا فيه لمستوى كويس في
الحفاظ على هذه الإجراءات. وطبعا على بدء الدراسة هيكون تقريبا كل السادة المعلمين والإداريين كمان اتطعموا، دي خطوة هامة جدا. وبعد كده في حديث مع معالي وزير الصحة ان احنا نبدأ في تطعيم الطلاب في المرحلة الثانوية، بس ده هنعلن عنه في وقته يعني لما تتوفر بس الجرعات الكاملة لهذا العدد. محتاجين 8 مليون جرعة عشان الولاد في الثانوي، وبعدين ننزل بالأعمار بقى إن شاء الله. معالي الوزير واضح جدا ان الحكومة هذا العام واخد قرارها باننا لن نتوقف الا اذا كان هناك خطر حقيقي، دون ذلك فاحنا هنبقى زي دول العالم، عندنا التعليم منتظم السنة دي ومحدش يتلكك ويطمع ان احنا كل شوية هنوقف الدراسة. هو طبعا يعني انا بس يا ريت نثق كلنا ان الدولة فعلا فيها اساتذة وفيها خبراء وفيها قيادة سياسية حريصة جدا جدا على كل طفل وكل معلم، كل واحد في المنظومة. فالقرار مش محتاج يعني احنا فعلا لو اللجنة ده قرار جماعي، اللجنة العليا لإدارة الأزمة اللي برأسها دولة رئيس الوزراء شافت ان في احتياج لأي تغيير، هنعمل كده في وقته بشكل يقلل الهدر التعليمي. حضرتك يعني فعلا ما فقد من تعليم الولاد خصوصا في السن الصغير هيصل مرحلة الخطر. يعني في ولاد اللي كانوا في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي دول أكتر ناس تأثروا من عدم وجودهم في المدرسة. فحتى في حالة يعني لا سمح الله أي تصاعد في هذه الأزمة، آخر ناس هنخليهم ما يجوش المدرسة هم الأطفال. الأطفال لحد الرابعة ابتدائي لازم يحضروا، حتى لو الباقيين قعدوا في البيت دول لازم يحضروا، لأن دول ما ينفعش يتعلموا بأي وسيلة أخرى ومحتاجين وجودهم في المدرسة بشدة. والتأثير السلبي على تعليمهم هيقعد معهم سنوات. صحيح، يعني على عدم وجودهم يعني في المدارس هيأثر سلبيا على محصلتهم التعليميه. طب اسمح لنا سياده الوزير، انا هرجع مره ثانيه عن الاشياء اللي تم اعلانها واعتمادها امبارح. كان معانا هنا يعني حديث حول اجراءات وزاره الصحه، وقالت ان في تعاون مشترك كبير جدا بين حضراتكم وبينهم، وان الزائره الصحيه اللي موجوده في المدارس هي اللي هتقوم بالتبليغ والادارات التعليميه عشان اتخاذ اللازم لو ظهرت حالات. طيب من ضمن الاشتراطات ان في اجهزه قياس حراري مثلا، وفي غرفه عزل بالمدارس. الحاجات دي اللي هيوفرها يا فندم للمدارس المختلفة، هل هتكون المدارس بنفسها اللي بتعملها، ولا وزارة التربية والتعليم، ولا وزارة الصحة؟ لا احنا اللي عملنا ده ووفرناه وجبناه بقالنا سنتين. كل الحاجات دي موجودة وبنتأكد على وجودها وصلاحيتها كل عام دراسي، فده موجود. وزارة التربية والتعليم موفرة بناء على توصيات وزارة الصحة. نعم طيب. وعلى فكرة المدة اللي مكتوبة في الخطة بتاعت وزارة الصحة بتتراجع دلوقتي، واللي هي 28 يوم. فكرة 28 يوم دي غالبا هتخفض ل 10 ايام مش 28 يوم، بناء على احدث الابحاث في هذا المجال. يعني الخطة دي مش هي اللي هتنفذ بالظبط، فيها تغييرات، ممكن مدة الاغلاق تبقى 10 ايام فقط بعد التطور الجديد في الاصابة بالفيروس والشفاء منه. هو في كم يعني كبير جدا من البحث العلمي، وحضرتك في دول تانية حوالينا بنتعلم منها، بس عاوز الناس تعرف ان انجلترا اللي فيها يعني اضعاف الحالات بتاعتنا الدراسة فيها شغالة. نعم. وشغالة في كل الدول. الملاعب النهاردة شايفين الاستادات مليانة، الاف الجماهير جنب بعض يعني. وبس بفكر الناس ان يا جماعة المسألة مش زي ما حضرتك قلت الناس تبقى عاوزه تقفل وبتاع، لا، الخطر على الولاد كبير جدا جدا جدا. الولاد اللي تعرضت للسنتين بتوع كورونا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. لما نوصل لثالثه ورابعه ابتدائي هيبقى اصلاح ده اصعب بكتير، واللي فقدوه في اللغات وفقدوه في البنيه الاساسيه التعليميه صعب اصلاحه بعد كده. فيعني ده يكون اخر حل، لازم نتعاون كلنا علشانهم. ده خطر عليهم على المستوى التعليمي، يعني محصلتهم التعليمية هتتراجع ومش هيبقى تمام. طيب الموضوع ده بما ان خيري بقى تحور مع حضرتك فيه ولا هيسأل عنه. لا انا قبل المنهج رابعة كنا عاملين حلقة هنا معالي الوزير، كنا جايبين فيها اطراف العملية التعليمية، يعني كنا جايبين ولية امر طالبة في ثانوية عامة او في تانية ثانوي، كان معانا طالبة في ثانوية، كان معانا مدرس من الشرقية. في مجموعة من الملاحظات ان الطلبة بدأوا يروحوا الدروس الخصوصية،
فلما سألتهم طب انتوا ليه بتروحوا دروس خصوصية وعندنا دلوقتي مدرستي وعندنا قنوات تلفزيونية وعندنا حاجات كتير، قالوا ان احنا ما بنقدرش نستفيد منها قوي والمدرسين لغاية دلوقتي مش مؤهلين. لما سألت المدرس قال لي الدورة اللي كنا بناخدها ما كانتش مفيدة قوي، يعني احنا كلنا كنا في سن بعض وكنا بنقعد ندردش لكن ما فيش تأهيل حقيقي تم. حضرتك تشرح ده ازاي؟ تقوله لنا ازاي؟ انا بس عاوز اكرر يا استاذ خيري، موضوع الدروس طبعا موجود بقاله عشرات السنين طبعا، واحنا بنحاول يعني كدولة نوفر كل مصادر التعلم، وبنحاول نرجع فكرة ان احنا مش بنذاكر يا جماعة عشان الامتحان، احنا بنذاكر عشان نتعلم، لازم نذاكر عشان نتعلم مش عشان نمتحن. دي نقطة جوهرية جوهرية في تقدم الأمم. طول ما احنا بنتكلم عن الامتحان والدرجات احنا لسه ما حققناش الغرض، بنعمل كتب جديدة ومواد جديدة، بس لازم الطرف المستقبل يبقى مقدر ان الهدف هو المهارة والتعلم، وده اللي بنحاول نعمله. الدروس الخصوصية لا تؤدي الى هذه النتيجة، واحنا حذرنا منها كتير كتير جدا. وعلى فكرة في سياق الحديث انتوا هتقفلوا وهتفتحوا وبتعملوا الاجراءات الاحترازية، هل حضراتكم سألتوا الدروس الخصوصية بقى في السناتر اذا كانت عاملة اي حاجة من كده؟ نفس الاهالي اللي خايفين من المدرسة بيودوا ولادهم بمنتهى الاريحية الدروس الخصوصية اللي ما فيهاش اي اجراءات احترازية، فيها كثافة عالية جدا وما فيش فيها اي ضمانة. فبالتالي في تناقض فيما نفعل وفيما صحيح نسأل يعني صحيح بصراحة. فيا جماعة يعني خلونا موضوعيين، ما انا ما اقدرش ما اخافش من مول وما اخافش من الكافيه وما اخافش من الشارع وما اخافش من التوك توك وما اخافش من القطر وما اخافش من اي حاجة الا المدرسة. والدرس الخصوصي اللي حذرنا منه بروحه وما بسألوش ولا سؤال من اللي بيتسأل لنا. فاحنا صحيا وتعليميا مصلحة الطفل انه يجي المدرسة ويستخدم المصادر اللي الوزارة بتقوله دي اللي هنسألك فيها ودي اللي هتقيم على اساسها. ما يحدث طب يعني اذا كان المدرس قال لحضرتك انه ما خدش تأهيل كافي، هل مدرس السنتر خد تأهيل على الاطلاق؟ في ناس في السناتر مش معلمين. سألت كده وقالوا لا بتوع السناتر احسن واحنا ما بنروحش المدرسة. طب ليه ما بتروحوش المدرسة وانتوا في ثانوية؟ قالك ما هو ما فيش غياب وفي مدرسين ما بيجوش اصلا فبنضيع وقت. لا السنة دي هيبقى في غياب. أيوة. وغياب بيطبق بوضوح، وممكن يعني بس عشان الناس تبقى عارفة اللي هيغيب اكتر من نسبة معينة هنحوله الى نظام المنازل ما دام هو مش عاوز في الثانوية العامة والاعدادية ده في الثانوي هيتحول اوتوماتيكلي لنظام المنازل. نعم. وبالتالي هيحرم من دخول كليات معينة ويعني يتحمل نتيجة اختياره. بس التأهيل بقى التأهيل خصوصا الجانب التكنولوجي كمان اسمح لنا يا دكتور، خاص بان هو قالوا ان يعني احنا في كتير جدا مدرسين حتى اعمارهم لا تسمح بانهم يكونوا متداخلين مع العملية التعليمية في ظل وجود التكنولوجيا ودخولها فيها. عملية التأهيل والخطة بتاعتها تمت ولا لسه في ليها مراحل؟ لا بصي، موضوع تدريب المعلمين ده عملية مستمرة طول الوقت، مستمرة في المراحل الأولى في تدريب بيحصل واحنا بنتكلم كل يوم كل يوم، يفضل موجود على مدار السنة. وفي قناة تلفزيونية هتضاف فيها دليل المعلم بشكل فيديوهات هنحطه للسادة المعلمين، وهنطلع قبل العام الدراسي خلال أيام نواتج التعلم للمرحلة الثانوية عشان نساعد السادة المعلمين والولاد على انهم يذاكروا بطريقة جديدة. تدريب المعلمين هنعمله السنة دي على التلفزيون عشان نوصل لكل المعلمين وعلى يوتيوب، وحصل تدريب اكتر من مرة. موضوع التكنولوجيا مش مطلوب من المدرس استخدام التكنولوجيا خالص، هو مطلوب ان هو يشرح لهم فهم نواتج التعلم اللي هو مفروض مؤهل لهذا، يعني مش مطلوب حاجة على الكمبيوتر خالص، المصادر موجودة وكلهم يقدروا يوصلوا ليها. احنا بس عاوزين المدرس يعلمهم ازاي يذاكروا بالطريقة الجديدة، ازاي يذاكر عشان يفهم طريقة مخرج التعلم، مش يذاكر عشان الطريقة بتاعت زمان وامتحان زمان. طب في فندم جدول زمني لتأهيل المعلمين يقول ان احنا نقدر نقول ان احنا انتهينا من تأهيل المعلمين وتدريبهم على الخطة الجديدة؟ لا يا فندم، مفيش. التدريب المعلمين عملية مستمرة 12 شهر وبنتحرك فيها 12 شهر، ولازم نفضل نتعلم طول ما احنا ماشيين. فمش
مش زي زمان 3 ايام ورك شوب وبيروحوا، مش حاجه كده. هي عمليه مستمره، واحنا عملنا اوريدي في 3000 سفير من المعلمين تم تدريبهم عشان يدربوا زملائهم على الارض في كل محافظات مصر. ده انتهينا منه امبارح في النظام الجديد اللي هو في المرحله الابتدائيه، وبنعمل القناه اللي بقول لحضرتك عليها هتطلق في شهر اكتوبر برضو للساده المعلمين. يعني درس درس من اللي هو المفروض يدرسه هنعرفه ايه المطلوب يحققه في الدرس ده. فقصدي بنعمل حاجه اكبر مما كان بيحصل زمان، ولكن اعتقد القضيه كلها في اللي فهمه من الحوار اللي حضرتكم عملتوه، احنا لازلنا بنفكر بالاسلوب القديم. صحيح. فيما هو جديد. صحيح. وتغيير الثقافه دي حضرتك عارف انها هتاخد وقت، وهي جزء من معاركك، يعني ده معركه كبيره. يعني مش بقى هي بس، يا ريت كلنا ندرك اهميه الخطوه دي، لانه كل الاسئله اللي بتجيلنا يا استاذ خيري هي عباره عن هو الماده دي في المجموعه ولا لا، او الامتحان شكله ايه. ده يؤكد لك انه كان كلنا عندنا التصور او كتير مننا يعني ان احنا بنذاكر فقط من اجل الامتحان. ما ده اتزرع خلال سنوات طويله جدا، الاباء اللي بيراعوا اولادهم والامهات اتربينا كده وتعلمنا بالطريقه دي، فعشان يتغيروا محتاجين وقت، وجيل تاني خالص ياخد وقت معاكم يعني. طيب دكتور طارق، انا شفت كتب سنه رابعه كانت رائعه قد ايه وقدمناها للساده المشاهدين، ولكن بمجرد الاعلان عن المناهج بدات شكاوى من قبل تدريسها اصلا. ازاي التلاميذ هياخدوا 13 ماده في السن ده؟ وهل تم تاهيل مدرس عشان يقدر يدرس 13 ماده؟ زميلنا الاستاذ عبد الله عبد السلام مدير تحرير الاهرام كان كاتب مقال بيقول ان الاطفال هيفقدوا جزء كبير من المتعه واللعب والاشتراك مع غيرهم بسبب الانغماس في المذاكره. حضرتك تقول لهم ايه؟ ما هو انا مستغرب والله من هذا الحديث. بص يا فندم، الظواهر اللي بتشوفها زي دي كده وراها حاجات اكبر شويتين مما يبدو على السطح يعني. احنا غيرنا المناهج من كي جي 1، وبالتالي الولاد اللي رايحه سنه رابعه شافت المناهج الجديده في اولى وثانيه وثالثه. يعني هي مش مستغربه خالص. ده التسلسل الطبيعي للمنهج الجديد. دي اول حاجه، مفيش حاجه حصلت سنه رابعه مفاجاه. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت سنه رابعه انه فلسفه تطوير النظام الجديد كانت ان احنا ما بنجيبش سيره الامتحان، عايزين نغير بقى ثقافه الجيل الجديد. مش هنتكلم بلغه الامتحانات ولا شاطر وخايب ولا الاول والاخير ولا حاجه من دي خالص، عشان يستمتع فعلا بالتعلم. هتلاقي ان التقييم تكويني بيحصل من خلال اللي بيعملوه في كتاب الطالب، شغل زي المدارس الاجنبيه. اللي اضيف في سنه رابعه، لان دي مرحله جديده في العالم كله، سنه رابعه سنه محوريه، بيضاف اليها بعض التقييم عن طريق امتحانات قصيره اسمها كويزس او امتحان قصير، وامتحان في اخر الترم على المحتوى اللي خده في اخر بين الامتحان اللي قبله والامتحان اللي بعده. وجود الامتحان هو اللي خالق الدوشه اللي حضرتك سامعها. ليه؟ لان احنا لازلنا بالثقافه نعتنق الثقافه القديمه، امتحان نص السنه واخر السنه وبس. فالفكره انه احنا الهدف كله من النظام الجديد هو تكوين شخصيه الطفل ومعارف معينه ومهارات معينه، بنعلمه الفهم مش الحفظ. حكايه المواد وكم ماده، المواد هي نفس المواد على فكره اللي كانت موجوده قبل كده، كانت موجوده في صوره انشطه، واكيد اللي عملوا الجدول وزعوا المواد دي. في مواد من اللي بيقولوا عليها ماده ودي ماده ودي ماده، نبص بقى على الجدول لما يبتدي هنلاقي دي ليها حصه واحده في الاسبوع، ساعه ودي ساعه، الكتاب ده كله صفحات الولاد بتكتب جواه. الفكره احنا بس بنقول للناس خلوا المختصين يتكلموا عن المناهج. المناهج ما تتقاسش بالميزان، ما تتقاسش بالارقام دي، ده مش لغه المتخصصين. المناهج دي على مقاييس العلوم والرياضيات في العالم كله، وعدد الساعات وعدد الايام محسوب بدقه نغطي المنهج ده، ومش مطلوب من الولاد يعملوا حاجه لما يروحوا البيت اساسا. يعني الولاد لو ده بيتدرس مظبوط هو هيشتغل في المدرسه بس، وما يروح البيت هيلعب وهيعمل كل اللي هو عاوزه. فاحنا بنقيس ده كما لو كنا هنحفظ هذه المواد وهنمتحن فيها ودرجات،
يعني احنا عمرنا ما اتكلمنا على امتحانات رابعه ابتدائي. ايوه المشكله كلها انه لو حضرتك يعني تسمح لي ابقى صريح، اتفضل، انه احنا الامتحانات هتبقى جايه من الوزاره، مش هتتعمل على مستوى الفصل. ده مش معناه انه امتحان قومي. أيوة. ولا ان هو موحد، لا، بس احنا عاوزين نفصل العنصر البشري. ليه؟ لانه بيساء استخدامه كثيرا. ده حتى في رابعه ابتدائي؟ يعني رابعه ابتدائي هيجي من الوزاره مش من المدرسه. الى حد كبير ويمكن ده كان كمان هيكون تطبيق اكتر لمدى فعاليه العمليه التعليميه بالمناهج بالشكل الجديد، بطريقه التدريس الجديده، ان انتوا تقدروا تقيسوها بشكل فاعل وبناء عليه يتعمل الخطوات التانية. طب سياده الوزير اسمح لي سؤال ختامي. من شويه كان معانا الفنان صلاح عبد الله، هو كنا بنناقشه في البوست اللي كتبه باقتراحه ان يتم تدريس سيره محمد صلاح الكرويه في المناهج الدراسيه، وانه كان عنده تصور له ده للاولاد الصغيرين. يعني اولا راي حضرتك في المقترح ده وامكانيه التطبيق؟ بص يا فندم، احنا بيجي لنا اقتراحات كتيره قوي، كل الناس نفسها نعمل حاجات كتير. ساعات نقول هنضيف حاجات عن السياحه، او هنضيف حاجات عن الشمول المالي، او عن البيئه، او عن الشخصيات المؤثره. كل ده جميل جدا. احنا ما نقدرش نعمل كل واحده من دول منهج. ما انت شايفه كل ما نحاول نحط نحطين منهج كان المفروض الناس تفرح بيه جدا، اللي هو المهارات المهنيه مثلا، وكتاب في منتهى الجمال الحقيقه لما يشوفوه ان شاء الله، وكتاب زي التكنولوجي وكده، كلها حاجات بسيطة على قد سنهم، عاملينها مع أكبر مؤسسات عالمية بالمناسبة. والمنهج المصري ده اللي بنتكلم عليه وعمل عليه الدوشة دي في مصر، طلب مننا النهاردة رسميا من دول عربية، بس مش عاوز أقول اسمها دلوقتي، التعاون فيه واستخدامه. فاحنا عندنا حاجة جميلة يا جماعة، حاجة جميلة جدا. طبعا انتوا حطيتوا ابطال الاولمبيات على الاغلفة كمان، وده كان شيء عظيم. لا، وحاطين الشخصيات المصرية المؤثرة جوه كتب رابعة ابتدائي، هنشوفها في الكتب الجديدة. واحنا بنعمل ايه بقى عشان نضيف حاجات عن السياحة والبيئة والاثار، كل دي افكار جميلة. وعندهم بنحط، عشان كده المناهج في بينها علاقات بينية، يعني بنحطها في كتب فعلا، وكل الافكار دي وغيرها هنحطها في كتب 5 و6 و7. عندنا فرصه، احنا لسه بنبني. يعني وارد ان حد نجم زي صلاح كل الاولاد بيحبوه، كل الناس بتحبه، وعامل لنا سمعه كويسه قوي. اكيد زي ما حطينا عالم كبير زي مجدي يعقوب، زي دكتور احمد زويل، الدكاتره الكبار دول. هو ما حدش عمل اللي عمله صلاح في مصر. لا، احنا حاطين في كتب السنه دي هيلاقوا سيد درويش، وهيلاقوا يعني هاني عازر، المهندس هاني عازر. طبعا هيلاقوا ناس كتيره جدا في حتت في الكتب، فهيلاقوا كلام هيعرفوا عن البيئه وعن تدوير المخلفات وعن الزراعه وعن المهن الصناعيه، هيعرفوا معلومات على قد سنهم. طيب معالي الوزير، عندي سؤال بره ده بقى خالص. هو انت بره المنهج صحيح، حضرتك بتتفرج على كوره ولا ما بتتفرجش؟ والله انا احب الكوره جدا، بس طبعا بقى الوقت يا اما ما اقدرش اشوفها على الهواء. بس يعني لما باجي ببقى عاوز اعرف نتيجه الماتشات، وعرفت ان يعني عرفت ان صلاح جاب جون النهارده، عارف ان صلاح جاب جون وعمل جون وعمل اسيست. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا معالي الوزير؟ مش هيقدر يقول غير يعني كده. لا اقول ليه ما اقولش، لا انا اهلاوي من يوم ما اتولدت يعني. واصحابي، مرحب بيك يا معالي الوزير، مرحب بيك. لا، واصحابي زملكاويه، اعز اصدقائي زملكاويه، بنتنقر شويه بس ماشي. ماشي تمشي. معالي الوزير، احنا بنحييك على الجهد اللي بتبذله. احنا عارفين ان من اصعب معارك مصر هي معركه التعليم، فاحنا متاكدين ان المعركه مش سهله، وان الجهد الكبير فيها، وانت قامه كبيره وتاريخك العلمي مشهود ليه، وعارفين قد ايه انت كنت بتساهم في تطوير التعليم في العالم. فشيء طبيعي انك تتعب وتبذل جهد كبير علشان نغير المستقبل بالنسبه لاولادنا. بنشكرك جدا معالي الوزير.